السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة الكيمياء للصف الثاني متوسط. وصلنا إلى الدلائل الكيميائية والرقم الهيدروجيني، صفحة 83 من المنهج الجديد. في الدرس السابق أخذنا الحوامض والقواعد وعرفنا صفات كل من الحوامض والقواعد. في هذا الدرس راح نتعرف على الدلائل الكيميائية. يعني شنو الدلائل الكيميائية؟ شنو الدليل الكيميائي؟ يعني عندي محلول أريد أعرف إنه هذا المحلول هو محلول حامضي أم محلول قاعدي. شلون أعرف؟ من خلال الدليل الكيميائي. عندي دليل كيميائي أستعمله حتى أعرف إنه هذا المحلول أو هذه المادة هي حامضية أم قاعدية. زين، إذن الدلائل الكيميائية هي مواد كيميائية تستعمل للتعرف على طبيعة المحلول وتعطي إشارة مرئية عادة عن طريق تغير اللون. دليل الكيميائي بالمحلول، شنو اللي راح يصير للمحلول؟ راح يتغير لونه، فمن خلال تغير اللون راح أعرف إنه هذا المحلول قاعدي أم حامضي. فهو يعطي إشارة مرئية. يعني شنو؟ يعني أنا راح أشوفها بعيني، راح يتغير اللون وراح أشوفها بعيني، فأنا من خلال تغير اللون أعرف إنه هذا المحلول قاعدي أم حامضي. مثل هنا عندنا بقعة الكركم على هذا القميص الأبيض، هذه بقعة كركم على القميص الأبيض. مثلاً أريد أغسل هذا القميص، غسلته بالصابون، دعكت هذه البقعة بالصابون، شنو اللي صار؟ تغير لونها من أصفر إلى شنو؟ إلى بني محمر، صار واضح؟ ومن دعكتها بالليمون بقى لونها الأصفر الأصلي. من خلال تغيير هذا اللون عرفت إنه هذه المادة اللي استعملتها هنا اللي هي الصابون هي مادة قاعدية. مادة قاعدية ليش؟ لأن المادة القاعدية اللي الموجودة اللي هي الصابون غيرت اللون من الأصفر إلى البني المحمر. طبعاً عصير الليمون هي مادة حامضية، الصابون هي مادة قاعدية. هاي أخذناها في الدرس السابق وسوينا مقارنة عليها وطينا أمثلة عليها. المادة القاعدية اللي يكون طعمها مر واللي يكون مادة لزجة وناعم، أما الحامضية اللي يكون طعمها حامضي لاذع. طبعاً ومن خلال تغير هذه الألوان عرفت إنه هذه المادة، مادة الصابون هي مادة قاعدية ومادة العصير عصير الليمون هي مادة حامضية من خلال الألوان، صار واضح؟ فهنا عندنا يجينا كتعليل، عند دعك بقعة الكركم بالصابون تغير لون الكركم إلى اللون البني المحمر، لماذا؟ للدلالة على وجود القاعدية في الصابون. هنا عندنا تستعمل الدلائل للتعرف على طبيعة المحلول، تستعمل الدلائل للتعرف على طبيعة المحلول التي تتلون بألوان معينة في المحاليل الحامضية تختلف عنها في المحاليل القاعدية أو المحاليل المتعادلة. طبعا المحاليل الحامضية عرفنا شنو نقصد بها، والمحاليل القاعدية. المحاليل المتعادلة شنو؟ هو المحلول المتعادل اللي يكون لا تظهر فيه الصفات الحامضية والقاعدية. يعني محلول متعادل ما تظهر فيه لا صفات قاعدية ولا صفات حامضية يسمى محلول متعادل، يسمى محلول متعادل، صار واضح؟ فالدلائل التي يتغير لونها بسبب التغيرات في درجة الحموضة تعرف باسم دلائل الحوامض والقواعد. هذا قد يجي فراغ، صار واضح؟ زين، مثل ايش هذه الدلائل؟ انا ذكرت انه اكو دلائل كيميائيه اضيفها للمحلول راح اعرف انه هذا المحلول حامضي ام قاعدي ام متعادل. زين، شنو هذه الدلائل الكيميائيه؟ عندنا دليل الفينونفثالين ودليل المثيل البرتقالي او ورقه زهره الشمس. اللي هي ورقه زهره الشمس شنو يقصد بها؟ هي شرائط ورقيه ذات صبغه طبيعيه، يعني الصبغه مالتها تكون طبيعيه. فهذه دلائل كيميائية، هذه الثلاثة هي دلائل كيميائية أضيفها للمحلول حتى أعرف أنه هذا المحلول قاعدي أم حامضي أم متعادل، صار واضح؟ طبعاً ورق زهرة الشمس راح يتغير اللون مالته في المحلول الحامضي وفي المحلول القاعدي. في المحلول الحامضي راح يتغير اللون مالته من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر، هذا في الحامضي، وفي القاعدي راح يتحول اللون الأحمر إلى اللون الأزرق. طبعاً من خلال هذا الجدول راح نعرف هذه الدلائل الكيميائية اللي ذكرناها. دلائل كيميائية راح نضعها في المحلول، ومن خلال تغير الألوان راح نعرف إنه هذا المحلول حامضي أم قاعدي أم متعادل. ورقة زهرة الشمس من أضعها في هذا المحلول؟ زين،
وهاي الالوان مالتها اللي هي باللون الازرق وباللون الاحمر، اذا ما تغيرت هذه الالوان مالتها، اذا هذا المحلول هو محلول متعادل، هو المحلول المتعادل. وذكرنا انه المحلول المتعادل لا تظهر فيه الصفات الحامضية والقاعدية، صار واضح؟ فهنا عندنا الورقة الزاهرة الشمس في المحلول المتعادل لا يتغير اللون، لا يتغير اللون، لأن من وضعناها بقت نفس الألوان، الأزرق بقى أزرق والأحمر بقى أحمر. أما إذا وضعناها في هذا المحلول شنو نلاحظ؟ نلاحظ هنا تغير اللون الأزرق إلى اللون الأحمر، تحول اللون الأزرق إلى اللون الأحمر. إذن هذا المحلول شنو؟ هذا المحلول حامضي. إذن هذا المحلول هو محلول حامضي، شلون عرفته؟ من خلال تغير اللون، تغير اللون الأزرق تغير إلى اللون الأحمر. مثل ما تلاحظون الأحمر يبقى أحمر، الأحمر يبقى أحمر، بس الأزرق يتحول إلى لون أحمر، صار واضح؟ فهنا لاحظنا أنه يتحول الأزرق إلى الأحمر، إذن هذا المحلول هو محلول حامضي. زين، إذا هذه ورقة زهرة الشمس وضعتها في هذا المحلول والأزرق بقى أزرق لكن الأحمر تحول إلى أزرق، هذا الأحمر تحول إلى أزرق، إذن هذا المحلول هو محلول قاعدي، هو محلول قاعدي، لأن ذات اللون الأحمر الذي يتحول إلى اللون الأزرق في المحاليل القاعدية، يعني هذا المحلول هو محلول قاعدي. شلون عرفته؟ من خلال تغير اللون الأحمر تغير إلى لون أزرق، إذن هذا المحلول هو محلول قاعدي، صار واضح؟ هذا بالنسبة لورقة زهرة الشمس. هسه نجي الى الدليل الثاني اللي هو الفينول الثاني. هنا عندنا هذا المحلول هو عديم اللون، فيكون عديم اللون في المحلول المتعادل ما يتغير لونه، يبقى عديم اللون. زين، في المحلول الحامضي كذلك يكون عديم اللون، يعني هذه المادة بنضعها في هذا المحلول يكون كذلك عديم اللون، فاذا بقى عديم اللون فهنا نقول المحلول هذا حامضي. زين، بس إذا تحول إلى اللون الوردي، هنا تحول هذا الدليل اللي هو الفينول الثالين، إذا تحول إلى اللون الوردي إذن هذا المحلول هو قاعدي، صار واضح؟ إذن هنا عندنا الفينول الثالين يكون عديم اللون في المتعادل وعديم اللون في الحامضي ويتحول إلى اللون الوردي في المحلول القاعدي، صار واضح؟ فهذه أنا هنا طبعا هو مطيكم إياها بالرسم، وأنا هنا وضحتها لكم بالكتابة. زين، المثيل البرتقالي، المثيل البرتقالي هو من اسمه برتقالي، يعني لونه برتقالي. هنا البرتقالي يبقى برتقالي في المحلول المتعادل، لأن ذكرنا هو المحلول المتعادل ما تظهر فيه صفات لا قاعدية ولا حامضية، فالبرتقالي يبقى برتقالي في المتعادل. زين، لكن في الحامضي يتحول البرتقالي إلى الأحمر. هنا من نلاحظ إنه هذا اللون تحول من البرتقالي إلى الأحمر، إذن هذا المحلول هو محلول حامضي. زين، ويتحول إلى اللون الأصفر في المحلول القاعدي، يعني هذا البرتقالي المثيل البرتقالي يتحول إلى اللون الأحمر في المحلول الحامضي ويتحول إلى الأصفر في المحلول القاعدي، صار واضح؟ فهذا تحفظونه. زين، بما أن جميع المحاليل المائية تحتوي على أيونات الهيدروجين والهيدروكسين، طبعا احنا ذكرنا انه المحلول اللي يحرر ايونات الهيدروجين بنسبه اكبر، اذا هنا عندنا هذا المحلول هو محلول حامضي، واذا كان الهيدروكسيل اللي هو الاو اتش السالب اكبر فهذا المحلول هو محلول قاعدي، هذا اخذناه كذلك في الدرس السابق. فهنا عندنا هذه الملاحظات، اذا كانت ايونات الهيدروجين اللي هو الاتش الموجب أكثر من أيونات الهيدروكسيل يكون المحلول حامضيا. متى يكون المحلول حامضيا؟ إذا كانت أيونات الهيدروجين الموجب، هذا أيونات الهيدروجين الموجب أكثر من أيونات الهيدروكسيل اللي هو الأو اتش السالب، إذن هذا المحلول هو محلول حامضي، اللي هو الهيدروجين الموجب يسمى البروتون، صار واضح؟ فهنا عندنا هذا المحلول حامضي، شلون حامضي؟ لأن هنا شنو عندنا؟ عندنا الهيدروجين الموجب هو أكثر من الهيدروكسيل السالب اللي هو الـ OH السالب، صار واضح؟ فهذا المحلول حامضي. زين، إذا كان بالعكس، إذا كان أيون الهيدروكسيل أكثر من أيونات الهيدروجين يكون المحلول قاعديا، أيونات الهيدروكسيل اللي هو الـ OH السالب إذا كان أكثر إذن هذا المحلول محلول قاعدي اللي موضح في هذا الرسم.
هنا عندنا ال OH السالب أكثر، إذا هذا المحلول هو قاعدي. زين، أما المتعادل إذا كانت أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيل متساوية، يعني ال OH السالب يساوي ال H الموجب، فهذا الهيدروكسيل ويا الهيدروجين متساوي، إذا هذا المحلول هو متعادل. صار واضح، يكون المحلول متعادل. فهنا عندنا سؤال، ما المحلول المتعادل؟ نقول هو المحلول تكون بأيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيل متساوية، هو المحلول المتعادل. صار واضح، فهنا عندنا ال H الموجب اللي هو الهيدروجين وال OH السالب تكون متساوية، إذا هذا المحلول هو متعادل. صار واضح؟ هذا كل ما يخص بالدليل الكيميائي. زين، هسه عرفنا الدلائل الكيميائية، هسه راح نعرف الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش. شنو المقصود بالرقم الهيدروجيني وإلما نستعمله؟ الرقم الهيدروجيني مثل ايش؟ مثل هنا عندنا هذا الشريط وهذا الورق اللي هو يسمى ورق الكاشف العام اللي هو قياس الرقم الهيدروجيني. إذا تلاحظون انه هذا الشريط مرقم 0 1 2 3 4 5 6 7. زين، هنا عندنا كل رقم إلى لون معين، يعني هذا مثلا الصفر لون بني، عندنا الواحد إلى لون، الثنين أفتح من عنده، ثلاثة أفتح هيك يعني، وهكذا إلى أن يوصل للبرتقالي، الأصفر، هنا عندنا الأصفر مخضر، فهنا تغيرت هذه الألوان حسب الرقم. زين، الثاني هنا عندنا مثل البكرة، يعني هذا الشريط يكون مثل البكرة، كل لون إلى رقم، كذلك كل لون إلى رقم. فهذه الأرقام، هذا الشريط وهذه البكرة أنا أستعملها حتى أعرف إنه هذا المحلول هو محلول قاعدي أم حامضي أم متعادل، من خلال طبعا هذه الأرقام طبعا، وهذا الرقم اللي موجود في هذا الشريط وهذه البكرة يسمى بالرقم الهيدروجيني. هسه راح نوضح شلون نقيس بالرقم الهيدروجيني أو لمن أستعمل الرقم الهيدروجيني. لتحديد المحلول إذا كان حامضي أم متعادل أم قاعدي يستعمل مقياس يعرف بمقياس الـ pH أو الرقم الهيدروجيني. زين، فقط لتحديد المحلول إذا كان حامضي قاعدي أم متعادل؟ لا، كذلك يقيس شدة الحموضة أو القاعدية لمحلول معين بدقة، يعني مثلا محلول هو قاعدي بس درجة القاعدية مالته شقد، أو محلول حامضي درجة الحموضة مالته شقد. شلون أعرف؟ عن طريق الرقم الهيدروجيني. طبعا الرقم الهيدروجيني هنا عندنا منين متكون؟ متكون من 0 إلى 14، مدرج بأرقام من 0 إلى 14، في الوسط هو رقم 7، هو الرقم 7. فهنا عندنا من 0 إلى 7، إذا ظهر عندنا الرقم من 0 إلى 7 فالمحلول يكون حامضي، وإذا طلع عندنا الرقم من 7 إلى 14 فالمحلول هو محلول قاعدي. إذن من خلال هذه الأرقام إنه راح أعرف إنه هذا الرقم هو محلول قاعدي أم حامضي. شلون؟ إذا كان الرقم من 0 إلى 7 فالمحلول هو حامضي، وإذا كان الرقم من 7 إلى 14 فالمحلول قاعدي. زين، إذا كان الرقم 7، إذا كان 7 فالمحلول هو متعادل، المحلول راح يكون متعادل. صار واضح؟ زين، طبعا من خلال هذه الرقم الهيدروجيني اللي هو في هذا المخطط راح أعرف إنه هذا المحلول حامضي أم قاعدي. زين، شلون أقيس شدة الحموضة والقاعدية؟ ومو يقول هنا كذلك يقيس شدة الحموضة والقاعدية. شلون أقيس شدة الحموضة والقاعدية؟ طبعا في المحلول الحامضي كل ما ابتعد عن 7 راح يكون اكثر حموضة، اكثر حموضة، يعني اذا كان 0 معناها هذه حموضة شديدة. صار واضح؟ فكل ما ابتعد عن 7 راح تزيد شدة الحموضة. اما بالقاعدية بالعكس، كل ما ابتعد عن 7 راح تكثر القاعدية، راح تكثر القاعدية. صار واضح؟ فهنا عندنا هذا الصفر هو أكثر حموضة، فهنا راح تقل الحموضة مالته كل ما اتجهنا للرقم 7، من وصلنا للسبعة صار متعادل،
من هنا عندنا ابتعدنا عن السبعة، كل ما نبتعد عن السبعة طبعا دخلنا بالقاعدي، كل ما ابتعدنا عن السبعة راح تزيد القاعدية، تزيد 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 القاعدية. فهنا أنا مطينا مثال عند قياس البي اتش، الماء المقطر والماء سائل متعادل، الماء يكون متعادل لا هو حامض ولا هو قاعدي، لأن تركيز الأيونات الهيدروجين الموجب فيها مساوي لتركيز الأيونات الـ OH. يعني في الماء الهيدروكسيل يساوي الهيدروجين فيكون متعادل. إذن الماء إيش قد الرقم الهيدروجيني؟ الرقم الهيدروجيني هو 7 لأن هو متعادل، وإذا كان 7 إذن هو متعادل. صار واضح؟ زين، مثلا إذا كان الرقم الهيدروجيني للمحلول نقول 3، إذا كان 3 إذن إذا كان 3 فالمحلول حامضي، لأن من 0 لل 7 محلول حامضي. زين إذا كان مثلا 10، إذا كان 10 فالمحلول يكون قاعدي. صار واضح؟ وهكذا. فهناك طرق مختلفة لقياس البي اتش. طبعا من يقول هنا البي اتش يعني شنو أقول قياس الرقم الهيدروجين؟ منها استعمال أجهزة خاصة لقياس البي اتش بغمر قطب في المحلول المراد قياس الرقم الهيدروجيني له، مثل هنا عندنا هذا محلول، هنا هذا المقياس شلون يعني مثل المحرار، فهنا راح شو يطلع لي؟ راح يطلع لي الدرجة. فإذا كانت من 0 إلى 7 فيكون حامضي، وإذا كان 7 يكون متعادل، ومن 7 إلى 14 فيكون المحلول هو قاعدي. زين، أو هنا يقول باستعمال نوع خاص من أشرطة ورقية يتغير لونها عند كل قيمة وتكون على شكل بكرة ورقية أو أشرطة يدعى ورق الكاشف العام، ذكرتها بالرسم. زين، إن قيمة القيمة العددية للرقم الهيدروجيني تقل بزيادة حموضة المحلول أي زيادة التركيز الهيدروجين الموجب، وتزداد بزيادة قاعدية المحلول أي بزيادة تركيز الـ OH السالب. مخطط كذلك هنا عندنا من 0 إلى 14، هذه هنا عندنا 7 في الوسط يكون المحلول متعادل، من 0 إلى 7 يكون حامضي، ومن 7 إلى 14 يكون المحلول قاعدي. هنا طبعا كل ما نبتعد عن 7 راح تزيد الحموضة، يعني هنا شنو أكثر حامضية اللي هو 0، وكل ما نبتعد هنا عن 7 في الجهة اليمين راح هنا تكثر القاعدية، تكثر القاعدية، يعني هنا عندنا 14 هو أكثر قاعدية. صار واضح؟ فهنا منطيني هذه الأمثلة. هنا عندنا الصفر الرقم الهيدروجين الصفر اللي يكون أشد حموضة، مثل إيش؟ مثل عندنا البطارية، البطارية أشد حموضة، يعني شنو؟ يعني تركيز الهيدروجين الموجب يكون عالي، تركيز الهيدروجين الموجب يكون عالي. صار واضح؟ زين، هنا عندنا واحد اللي هو حامض المعدة، يكون التركيز مالته هنا ايش قد الرقم الهيدروجيني؟ الرقم الهيدروجيني 1. زين، الرقم الهيدروجيني 2 مثل ايش؟ هنا عندنا مثل الليمون، والثلاثة مثل عندنا الخل، والأربعة مثل عندنا الطماطم، والخمسة مثل عندنا القهوة، والستة مثل الحليب، والسبعة، السبعة بما أنه متعادل مثل الماء، الماء متعادل، يعني تركيز أيونات الهيدروجين الموجب هو مساوي للهيدروكسيل السالب. صار واضح؟ زين، هسه بدينا بالقاعدة، القاعدة 8 مثل إيش؟ مثل الدم، والتسعة مثل صودة الخبز، والعشرة مثل مضاد الحموضة، والإحدعش مثل محلول الأمونيا، والثنعش مثل الصابون، و13 مثل مبيض الملابس، وال14 هو منظف الصرف الصحي. شوفوا هنا كل ما نبتعد عن السبعة متوجهين إلى اليمين راح تزيد القاعدية، راح تزيد القاعدية. منو أكثر قاعدية؟ أكثر قاعدية اللي هو منظف الصرف الصحي اللي الرقم الهيدروجيني اللي هو 14. صار واضح؟ هنا عندنا سؤال، ما اللون الذي يظهر عند إضافة دليل الفينولفثالين إلى المحلول قيمة البي اتش له هو 10؟ زين، هنا عندنا البي اتش شنو مقصود به الرقم الهيدروجيني؟ اذا الرقم الهيدروجيني 10 اذا هذا المحلول شنو؟ هذا المحلول هو قاعدي، المحلول قاعدي، هنا فوق السبعة من 7 إلى 14 المحلول يكون قاعدي.